نعرفوكم غادي تسمعوا غادي معاكم هما اللي غيشرحوا لكم وغادي يفسروا لكم القريه والمحتويات ديالها ويقولوا لكم نبدا عليها وعلى التاسيس ديالها وعلى على الامكانيات ديالها كما اللي كاينين غادي تصنتوا لهم وغتحترموهم وما تخليوهمش يغوتوا كما كنغوت عليكم انا وحنا حاضينكم راه داكشي اللي غايقولوا لكم هذوك الاخوان غنسولكم عليه